السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي الطلبة في آخر حصة من سلسلة دروس الوحدة الثالثة النشاط الأنزيمي للبروتينات بعد ما شفنا خصائص الأنزيم شفنا خصائص الموقع الفعال شفنا أنواع التفاعلات الأنزيمية شفنا كذلك تأثير العوامل على نشاط الأنزيم واليوم إن شاء الله راح درس الأنزيمات بخاصية مهمة جدا وهي التثبيط التنافسي هناك مواد يمكن لها أن تؤثر على نشاط الأنزيم تسمى مواد مثبطة وفيها عدة أنواع النوع المقرر عليكم في البرنامج هو المثبط التنافسي أو ما يسمى بالتثبيط التنافسي دونك راح نشوفوا هذه الفكرة من خلال تجربة كاينة في الكتاب المدرسي تاعكم عبارة عن تجربة إماهة اللاكتوز تجربه اماهه اللاكتوز سكر اللاكتوز يتم اماهته بفضل انزيم اللاكتاز الى سكر جلوكوز وغالاكتوز في المنحنى هذا عندي منحنيين قال لي في التجربه تم قياس السرعه الابتدائيه للتفاعل بدلالة تركيز اللاكتوز في غياب مركب يدعى التيولاكتوز هو المنحنى الأول أو في وجود هذا المركب أي المنحنى الثاني اذا في التجربه هذه عندي إماهة سكر معروف يسمى اللاكتوز يسمى سكر الحليب هذا السكر سكر ثنائي الإماهة تاعو باضافه جزييه اشدوزو 2 لي نوعين من السكريات البسيطه الجلوكوز والجالاكتوز دونك في التجربه هذه خوتنا نحن بالنسبه لانزيم اللاكتاز اللاكتوز هو ماده تفاعل اس واش قال, قال لي اقوم بقياس سرعه التفاعل هي السرعه الابتدائيه بدلاله تركيز اللاكتوز في غياب مركب يدعى تيولاكتوز او في وجود هذا المركب اذا في غياب المركب نتحصل على المنحنى الاول دونك المنحنى الاول ماذا يمثل يمثل تغيرات سرعه التفاعل نروح باللون الاسود بدلاله تركيز ماده اللاكتوز في الوسط اللاكتوز بالنسبة عفوا بالنسبة للأنزيم هو مادة التفاعل دونك وكأن المنحنى هو تغيرات سرعة التفاعل بدلالة مادة تركيز مادة التفاعل هذا المنحنى شفنا منحنى كما هو في العوامل المؤثرة على نشاط الأنزيم وهو تأثير الركيزة دونك نشاط الأنزيم أو سرعة التفاعل تتأثر بتأثير اللاكتوز كلما زاد تركيز اللاكتوز تزداد سرعة التفاعل كي تتشبع كل المواقع الفعالة للأنزيم تثبت بعد ذلك سرعه التفاعل قال لك في غياب مركب التيو هذا المركب هو مركب الصيغه قريبه من اللاكتوز لاكتوز هو سكر ثنائي الصيغه هي سي دوز اش او 11 اما تيو لاكتوز سمو تيو الاجل المجموعه الكبريتيه دونك مركب اذا كانت فيه اس اذا كان فيه كبريت يسمى تيو دونك ثيو لاكتوز هو ماذا هو اللاكتوز في مكان ذره اكسجين حدث استبدالها بذره كبريت شوف انا عندي او 11 هنا وش عندي اوديس اس دونك الفرق بين اللاكتوز والتيو لاكتوز هو ذره الكبريت اه في وجود مركب التيولاكتوز نقوم بقياس نفس القياس اللي كان من قبل وهو السرعة الإبتدائية بدلالة تركيز إس اللي هو اللاكتوز في غياب أو في وجود التيولاكتوز نلاحظ بماذا؟ بما نلاحظ تناقص في سرعة التفاعل إلى أن تصل قيمة أعظمية من أجل تركيز معتبر لللاكتوز هنا في هذا الوسط واش نديرو خوتنا؟ في هذا الوسط وش عندي؟ عندي آه عندي الـ 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 الانزيم عندي كذلك راني نضيف في ماده التفاعل وراني نقيس في سرعه التفاعل هذه في المرحله الاولى او في المنحنى الاول اما في المنحنى الثاني عندي الانزيم وعندي كميه من ماده تسمى التيو لاكتوز في الوسط وراني نضيف في ماذا اضيف في اس اس وشنو هي خوتنا اللاكتوز الانزيم وشنو هو اللاكتاز هنا كذلك الاس الركيزه هي اللاكتوز والانزيم هو شكون اللاكتاز دونك المنحنى الاول يعبر عن سرعه التفاعل في هذا الوسط في وجود انزيم اللاكتوز وبزياده تركيز اللاكتوز مدى التفاعل ها كلما زاد تركيز اللاكتوز نقيسو في سرعه التفاعل في غياب مركب الثيولاكتوز اما في المنحنى الثاني فنحن نقوم بنفس العملية مع أنت نقوم بقياس سرعة التفاعل بدلالة كمية ماذا؟ اللاكتوز المضاف في الوسط كل ما نزيد اللاكتوز الركيزة ولكن في وجود مركب يسمى تيولاكتوز يشبه اللاكتوز في جزء من بنيته الفراغية يتشابه على الأقل في الكربون الهيدروجين والأكسجين أما الكبريت كاين زيادة آه. الآن خاوتنا إذا حبيت نمثل مثلا ولا أه السؤال الاول واش قال لي قال لي حلل المنحنية واش راح ندير راح ندير تحليل مقارن في التحليل واش ندير خاوتنا في التحليل واش نقول في التحليل عندي يمثل ال ولا تمثل المنحنيات تغيرات سرعه التفاعل بدلالة تركيز اللاكتوز اللي هو مادة التفاعل في غياب التيولاكتوز اللي هو المنحنى المنحنى واحد وفي وجود التيولاكتوز المنحنى 2 حيث نلاحظ نبدا اولا في غياب لاكتوز ها نديرو هكا تيو نلاحظ زيادة شو راكم تلاحظوا زيادة معتبرة في سرعة التفاعل ولا زيادة كبيرة في سرعه التفاعل الى ان تصل الى قيمه اعظميه عند التركيز ماذا عند التركيز ماذا ثلاثين مليغرام لتر من اللاكتوز وتثبت بعد ذلك نكمل التحليل تاعي هنا وتثبت وتثبت بعد ذلك صح بينما دونك تحليل مقارن ياك بينما بينما في وجود التيو لاكتوز نسجل تناقص في سرعة التفاعل زيادة سرعة التفاعل إذا كانت كبيرة هنا زيادة ولكن ضئيلة أو زيادة منخفضة في سرعة التفاعل دونك نسجل تناقص ولا انخفاض في سرعة التفاعل حيث تصل إلى قيمة أعظمية عند وين التركيز عند التركيز خمسين ملِّيْغْرامَ جرام على اللتر من اللاكتوز دونك سرعة التفاعل تبلغ قيمة أعظمية في غياب اللاكتوز عند في غياب التيولاكتوز عفوا عند 30 ملِّيْغْرامَ على اللتر أما في وجود هذه المادة أو المركب هذا التيولاكتوز فسرعة التفاعل تكون منخفضة لدرجة أنها تصل إلى القيمة الأعظمية من أجل تركيز مرتفع أعلى من أجل تركيز 50 ميلي جرام على لتر من مادة التيو لاكتوز دوك الفرق بين القياس الأول والقياس الثاني هنا رانا في نفس الحالة سرعة عمل سرعة التفاعل بدلالة تركيز مادة التفاعل برك في المنحنى الأول في غياب المركب هذا وفي المنحنى الثاني في وجود المركب إذا ماذا نستنتج؟ ومنه نستنتج بعد المقارنة اللي هو التحليل المقارن نقوم بالاستنتاج ماذا نستنتج خوتنا الاستنتاج يكون ما هو ما هو الهدف من إضافة مركب التيولاكتوز ماذا يعمل التيولاكتوز الاستنتاج حول تأثير التيولاكتوز التيولاكتوز وش راه يدير خوتنا راه يزيد في سرعة التفاعل راه ينقص في سرعة التفاعل راه ينقص في سرعة التفاعل إذا كان مادة حطيناها في الوسط التفاعل الأنزيمي وخفضت من سرعة التفاعل فهي مادة مثبطة لنشاط الأنزيم أما إذا كان زادت في سرعة التفاعل فهي ماذا؟ هي مادة محفزة لنشاط الأنزيم ومنه نستنتج أن التيو لاكتوز يثبط نشاط أنزيم اللاكتاز شكون الأنزيم لا يخدم هنا؟ هو أنزيم اللاكتاز شكون الانزيم اللي يخدم هنا كذلك هو انزيم اللاكتاز دونك الانزيم كان يخدم هنا سرعه التفاعل تاعو كانت مرتفعه عند اضافه الثيولاكتوز انخفضت سرعه التفاعل اه دليل على ان الثيولاكتوز راه يعطل في الانزيم راه يثبط في الانزيم لانه راح يخفض في سرعه التفاعل بين قوسين تخفيض سرعه التفاعل عرفنا اذا بان تاثير الماده هذه أو تاثير سلبي على نشاط الانزيم، فالسؤال اللي بعده قال لي قدم تفسيرا لاليه تاثير المركب هذا، كيف يعمل المركب هذا على تخفيض سرعه التفاعل؟ كيفه يثبط نشاط الانزيم؟ هذا ما سنشرحه ان شاء الله بعد هذا الفاصل. اذا قلنا بان تاثير تيولاكتوز يثبط نشاط الانزيم قال لي في السؤال قدم تفسيرا لآلية تأثير تيولاكتوز كيف يثبط من نشاط الأنزيم وش أعطالي؟ أعطالي الصيغة تاع تيولاكتوز وأعطالي الصيغة تاع اللاكتوز مادام كاين تشابه في الصيغة هذه اللاكتوز يعتبر مادة التفاعل بالنسبة لأنزيم اللاكتاز معناها أنه كلما زاد تركيز اللاكتوز كلما زادت سرعة التفاعل علاش خوتنا؟ لان الماده هذه راهي ترتبط في الموقع الفعال للانزيم عندما ترتبط في الموقع الفعال يتشكل المعقد انزيم ماده التفاعل ويحدث التفاعل فتزداد سرعه التفاعل عندما تتشبع كل الانزيمات في الوسط تثبت سرعه التفاعل بعد ذلك التيولاكتوز يشبه اللاكتوز يشبه الركيزه يشبه الركيزه ما نقدروا نمثلوها هكذا في جزء من بنيتها الفراغيه وهذاك الجزء يقدر يتكامل مع الموقع الفعال ماده تيولاكتوز تسمى مثبط تنافسي علاش مثبط تنافسي لانه كي تكون هي والركيزه في الوسط كاين بعض الانزيمات ترتبط مع الركيزه وكاين بعض الانزيمات ترتبط مع هذه الماده مع التيولاكتوز لانه كاين تشابه تشابه وين يكون في الجزء الذي يمكنه الارتباط مع الموقع الفعال اذا نقول بان هذه الماده او هذا المركب التيولاكتوز ينافس الركيزه على شغل المواقع الفعاله دونك مادام يقدر يرتبط مع الموقع الفعال يحكم بلاصتو في الموقع الفعال ولكن دون حدوث التفاعل الانزيم في هذه الحاله كيرتبط مع التيولاكتوز لا يمكنه من جهه الارتباط مع اللاكتوز والتيولاكتوز هذا عند الارتباط لا يتشكل معقد اس لا يتشكل معقد او اس ولا يحدث تفاعل هذا المعقد هو الانزيم والمادة المثبطة وليس معقد انزيم مادة التفاعل لان مادة التفاعل هي اللاكتوز وليست تيولاكتوز بيقول بعض الانزيمات راح ترتبط مع الركيزة وبعض الانزيمات راح ترتبط مع المادة المثبطة لذلك تثبط مسمى مثبط تنافسي اذا المصطلح تاع مثبط تنافسي مثبط لانه يخفض من سرعة التفاعل هاوليك في وجود التيولاكتوز تنخفض سرعة التفاعل تنافسي لانه ينافس ماده التفاعل الاصليه على المواقع الفعاله للانزيم الان كنقوم بتفسير نبدا اولا بتفسير ماذا بتفسير تاثير الثيولاكتوز خوتنا اذا كانوا عندي مثلا 30 انزيم في الوسط في غياب التيولاكتوز كاع عند اضافه 30 لاكتوز تتشبع كاع المواقع الفعاله وتبلغ سرعه التفاعل قيمه اعظميه ولكن في وجود الماده المثبطه هذه نقولوا مثلا عندي 10 تيولاكتوز في الوسط و... وعندي 30 انزيم من اجل 30 لاكتوز عندي 30 لاكتوز الركيزه وعندي 10 تيولاكتوز وعندي 30 انزيم هل كل انزيمات راح ترتبط مع اللاكتوز لا لا هناك بعض انزيمات ترتبط مع اللاكتوز نقولوا 20 انزيم وهناك عشر انزيمات راح ترتبط مع الماده المثبطه هذه اللي ترتبط مع الماده المثبطه ما تعطينيش الناتج ما تديش تفاعل دونك شحال شحال ارتبطوا لي من اصل 30 انزيم ارتبطوا 20 انزيم فقط هل تبلغ سرعه التفاعل القيمه الاعظميه ما تل... لا تبلغ سرعه التفاعل القيمه الاعظميه من اجل التركيز هذا ولكن اذا اضفت كميه كبيره من اللاكتوز في الوسط نقول مثلا 50 لاكتوز مع 10 تيولاكتوز توجور الانزيمات في هذه الحالة ترتبط كلها مع الركيزة لان كمية التيولاكتوز راهي مهملة مقارنة بالركيزة حبيقول في التراكيز المنخفضة لمادة التفاعل يحدث تثبيت تنافسي ولكن عند اضافة كمية كبيرة من مادة التفاعل لا يرتبط الانزيم مع المثبط التنافسي لان الكمية تاعه مهملة لذلك تبلغ سرعة التفاعل قيمة اعظمية دونك في غياب المثبط سرعة التفاعل تبلغ قيمة اعظمية من اجل 30 مادة التفاعل اما في وجود المثبط من اجل 30 من مادة من نفس من اجل نفس التركيز من ماده التفاعل لا تبلغ سرعه التفاعل قيمة الاعظميه دوك راح يكون انخفاض في سرعه التفاعل هنا يبان تاثير المثبط التنافسي اما اذا كان اضفنا كبي كميه كبيره من اجل 50 كمي 50 ملغ على لتر من الماده الرئيسيه من الماده الاصليه من الماده الاصليه يصبح تاثير ماذا التيولاكتوز او الماده المثبطه مهمل على بها تلحق سرعه التفاعل الى قيمه اعظميه اذا اردنا التفسير وش نقولوا التيولاكتوز يشبه في جزء من بنيته الفراغيه شكون مادة التفاعل اللي هي اللاكتوز لذلك فهو ينافس الركيزة إس على ماذا؟ على شغل المواقع على شغل المواقع الفعالة للانزيم بها يسمى ماذا ينافس يسمى تثبيت او مثبط تنافسي ولكن دون حدوث التفاعل على بها تنخفض سرعة التفاعل هنا عندي مواد مثبطة راهي راهي تنافس في الركيزة على شغل مواقع الفعالة دوك هذيك المواد هذيك الكمية من التيولاكتوز الموجودة في الوسط راهي ترتبط بالانزيمات ببعض الانزيمات وتعطلها دوك سرعة التفاعل الأعظمية ما تلحقش أما دون حدوث التفاعل على بها نسموها هنايا مادة مثبطة لذلك يدعى مثبط تنافسي، دونك مصطلح مثبط تنافسي لأنه ما يخلي الركيزة ترتبط في الموقع الفعال وعند ارتباطه لا يحدث التفاعل، دونك هو يثبط التفاعل وينافس الركيزة ومن بعد واش نقولوا عند التراكيز العالية من مادة التفاعل يصبح تأثير التيولاكتوز مهمل لذلك ترتبط كل الأنزيمات شكون هي كمية كل الأنزيمات تاع اللاكتاز كلها ترتبط مع الركيزة اللي هي اللاكتوز اس فتبلغ سرعه التفاعل قيمه اعظميه هذه الفكرة تاع مادة مثبطة الفكرة خوتنا راح تمشي معانا في جميع الوحدات القادمة دائما راح نلقاو هناك تفاعلات تحدث بطريقة عادية وهناك مواد ترتبط تشبه المواد الرئيسية تثبط عمل الانزيمات هذه المواد تسمى مثبطات تنافسية اذا خوتنا دائما ديروا في بالكم بانه اذا انخفضت سرعة التفاعل بتأثير مادة تلك المادة إحتمال كبير أنه تشبه المادة الرئيسية دونك تتوضع في نفس المواقع تاع المادة الرئيسية وتمنع توضعها لذلك تسمى مواد مثبطة في البرنامج تاعكم كان عدة أنواع من المثبطات كاين مثبط تنافسي كان مثبط غير في البرنامج تاعكم قلنا كان مثبط تنافسي فقط ولكن في الحقيقة موجودة عدة أنواع من المواد المثبطة وكل واحدة كيفاش تأثر على نشاط الأنزيم ثم فقط على المثبط التنافسي إذا كانت كمية كمية الركيزة قليلة راهو ينافسها على المواقع الفعال أما إذا كانت كمية الركيزة بكمية معتبرة فيصبح تأثيره مهمل ويعود النشاط الى حالته الطبيعيه ان شاء الله نكون احطنا بكل الافكار او باغلب الافكار الموجوده في الانزيمات يبقى لنا برك تطبيق هذه الافكار على بعض التمارين ان شاء الله في سلسله التحدي في سلسله التحدي بعدها ان شاء الله ننتقل الى الوحده الرابعه وهي كذلك تعتبر من اهم الوحدات في البرنامج هي وحدة تركيب أو دور البروتينات في الدفاع عن العضوية اللي اسمها تلاميذ المناعة أتمنى أن تكونوا استفدتم بما تلقيتم تلاميذ الأعزاء شكرا لكم على حسن صغاء المتابعة لقاؤنا إن شاء الله يتجدد في الوحدة الرابعة وهي دور البروتينات في الدفاع عن العضوية ما تنسوا تشاركوا الفيديوهات مع الزملاء تاعكم كي تعم الفائدة ولا تنسوا النجاح للكل والامتياز للأفضل